فيما يتحدثون الجانب الإيراني أن هذه استهداف لسفارة أمريكية أو قنصلية أمريكية، لا هناك قانون يسمح هل تستطيع إيران أن تقصف القنصلية الأمريكية في تركيا؟ هل تستطيع إيران أن تقصف في أذربيجان التي قريبة عليها؟ هل تستطيع الآن إيران أن توجه أي صواريخ لأي منطقة يتواجد فيها الأمريكان؟ أخي العزيز، تعودنا على هذه الأكاذيب وهذه الحجج الواهنة، ولكن الكل يعلم صراحة أن هذه رسائل تهديد، وخاصة بما يمر الوضع السياسي من أزمة سياسية متواجدة حقيقية على واقع الساحة العراقية، وهناك أطراف سياسية ترفض التدخلات الخارجية بالشأن العراقي وتريد أن تكون هناك سيادة حقيقية وقرار عراقي بعيد عن التدخلات الخارجية، وهذا ما تفعل وما تريده إيران، وأنها يعني تقول على لسان حرس الثوري الإيراني نحن نستطيع أن نصل إلى أي مكان نريده برسالة واضحة وصريحة، ولربما تعطي مبرر ثاني أيضا، وهذا الخطر الكبير جدا والواضح والصريح، أنها لربما تعطي أسباب وذرائع أخرى بحجة أمنها القومي نتيجة حدودها مع العراق، وتتقدم على الساحة نعم العراقية أستاذ أحمد، أمام كما ذكر أحد الأخوان أمام تهديدات إسرائيل.